معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 والذي انطلق اليوم بمدينة العالمين الجديدة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعالياته على مدار 3 أيام. وللمزيد حول فعاليات اليوم الأول من المعرض نتابع ما رصده لنا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أرض العالمين الجديدة وتحديدا مطار العالمين الجديدة، معرض مصر الدولي للطيران والفضاء. هذا المعرض الذي يستضيف عدد كبير جدا من الدول التي تعرض طائراتها المختلفة، منها الطائرات المدنية والطائرات العسكرية. ربما دائما الصورة تتحدث عن نفسها، فالصورة من خلفي هنا تتحدث عن وجود عدد كبير من هذه الطائرات المصنعة في الدول المختلفة. نتحدث عن بالطبع طائرات صناعات متنوعة، نجد أنه هناك يعني بروتوكولات تعاون بين أصحاب هذه الطائرات أو الشركات التي صنعت هذه الطائرات، شركات بالطبع من شرق آسيا، شركات من الصين، شركات من مصر، شركات من عدد آخر من الدول. نتحدث عن ما يقرب من 100 دولة مشاركة في هذا المعرض الدولي الذي يقام على أرض العالمين الجديد. طائرات كما ذكرنا طائرات مدنية وطائرات عسكرية، ولكن أيضا الطائرات الموجهة وهي طائرات الدرون. نتحدث أيضا عن بجانب هذا المعرض الذي افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هناك عرض جوي لعدد كبير من الطائرات العسكرية التي قامت بهذه العروض الجوية، وبالطبع طائرات أيضا من مصر وطائرات من فرنسا وطائرات من الإمارات وطائرات من السعودية وعدد آخر من العروض الجوية التي ما زالت تستمر على مدار اليوم. هذا المعرض الذي يستمر على مدار 3 أيام أيضا به معرض خاص للشركات لتصنيع هذه الطائرات، ولكن أيضا تصنيع علوم الطيران بشكل عام، تصنيع علوم الطيران وأيضا التطورات التي حدثت، وهو فرصة أيضا لتلتقي هذه الشركات مع بعضها البعض أيضا لتبادل الخبرات. هذا المعرض ربما من أهم المعارض الخاصة بالطيران وعلوم الفضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام. نتحدث أيضا عن وجود يعني عدد كبير من الزوار الذين جاءوا إلى أرض العالمين الجديدة، الذين جاءوا إلى معرض العالمين الجديدة ومعرض الطيران الفضاء بشكل عام. هذه الزيارات جاءت من دول مختلفة لتناقل الخبرات المختلفة وتناقل أيضا علوم الفضاء وعلوم الطيران. ربما أيضا رصدنا بجانب هذه العروض وبجانب هذه الطائرات تكنولوجيا مختلفة، تكنولوجيا الطائرات الموجهة والدرون وتطوير هذه التكنولوجيا، أيضا تكنولوجيا التعامل مع الدرون والإلكترومغناطيس والكهرومغناطيسيات وهذه الأدوات الدفاعية. ولذلك هي يعني وجود شركات أيضا طيران مدنية وعسكرية بهذا المعرض، يعني الذي استعرض عدد كبير من الطائرات المتواجدة على مهبط أرض العالمين ومطار العالمين الجديدة. هذه صورة من العالمين الجديدة.